بالتراحيب والتهليل يستقبل أبناء العاصمة الشهر الفضيل، فرحين مستبشرين بأداء الفريضة، آملين من الله الاستجابة والغفران بالرغم من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. معنا فعالية برعاية معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن لإحياء الموروث الثقافي والشعبي لمديرية صيرة. طبعا نحن نحب دائما نشارك الفعاليات بالمؤسسات اللي كانت دائما فعالة وسابقة لعمل الخير بالمديريات، يعني كانوا معهم من قبل إفطار صائم لهم تدخلات، فقلنا هذه المرة لازم نبدأ رمضان بإحياء فعالية كده بسيطة شعبية في قولة الفل، وبإذن الله يعني تنال استحسان الجميع. نقيم هذه الفعالية في كل عام في تقريبا قبل حلول شهر رمضان، نستقبل الناس في تهاليل رمضان وتراحيب رمضان على ما تعودت عدن من عاداته وتقاليده ومرتد الثقافي الشعبي. في هذا العام نحن مختلفين جدا، العام الماضي كان في منطقة شعب العدروس، طبعا غدر المشرق أجت وغطت تغطية جميلة جدا في برنامج استوديو عدن وغير من برامج. اليوم نحن في قولة الفل في قلب عدن. تكتسي المدينة الساحلية بالأنوار والزينة لتنير ليالي الشهر الفضيل البيوت والشوارع، لتسمع التراحيب التي توارثتها الأجيال منذ سنوات طويلة مبشرة بقدوم الشهر الفضيل. رمضان في كل عام طبعا يأتي أفضل من رمضان الذي قبله من حيث الاستقبال والبهجة بنفوس الناس، وبرغم الظروف الصعبة الذي الناس تعانيها والحياة المعيشية والغلاء وانقطاع الرواتب عن كثير من فئات المجتمع، لكن فوق هذا وذاك يعني الناس تحاول أن تستقبل رمضان يعني بفرحة، أو تستقبل رمضان بأبسط ما ما ما, ما تقود به يعني أهل الخير لها وكذا. استقبلنا شهر رمضان بكل خير رغم الغلاء ورغم ظروف الكهرباء والأوضاع المعيشية اللي احنا عايشين فيها، ولكن معروفين احنا في عدن نستقبل رمضان بالخير والبهجة ورغم أي ظروف وأي صعوبات، إلى أننا نجتمع في رمضان على المائدة بكل خير وبكل محبة، وإن شاء الله يعدي بكل خير بإذن الله. لا يعكر صفو أفضل الشهور سوى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب التي اقتربت من عامها التاسع وانعكاساتها على واقع المعيشة، وعلى الرغم من ذلك تظل فرحة استقبال رمضان باقية على مر السنين. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق عدن.